يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يكون محصنا من الشيطان، يقول: فهل قراءتها تكون في يوم واحد أو لا بأس في أن تكون في أيام متعددة؟ حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة تقرأ فيه حسب الاستطاعة حتى يكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، يعني بعض الناس يقول لازم تقرأ سورة البقرة قبل تنام، هذا ما كل يستطيعه، قبل تنام تقرأها؟ لا، ما هو صحيح، حسب الاستطاعة يا أخي. نعم.